السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح المحاضرة الثالثة في نيورو أناتومي، محاضرة السيربيلوم. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وبسم الله. عندنا السيربيلوم، إيه هو السيربيلوم؟ هتلاقيه بص الكورتين دول اللي بيبقوا ورا البرين ستيم، اللي هما متلونين بأصفر دول، فبيبقى موجود فين اللوكيشن بتاعه؟ بيبقى موجود في البوستيريور كرينيال فوسا، تمام؟ بوسترولاترال للبرين ستيم. لو تفتكروا البوستيريور فيو بتاع البرين ستيم، كنا قلنا في 3 بيدونكل، تمام، طالعين من البرين ستيم وبتوصلوا بالسيربيلوم في البوستيريور سيرفس، فهو يعتبر ايه في البوستيريور للبرين ستيم ولاترال ليه، فيبقى ايه بوستر لاترال للبرين ستيم، ده اللوكيشن بتاعه. طيب هو بيتكون من ايه السيربيلوم؟ بيتكون من 2 سيربيلار هيمسفير، تمام، كونكتد باي فيرمز. خلي بالكم اول حاجه من سيربيلار، تمام، في فرق بين سيربرال دي تبع السيربروم، تمام، التانية اسمها سيريبيلار، سيريبيلار دي تبع السيربيلوم، تمام، عشان في فرق بينهم ان شاء الله هنشرح محاضرة السيربروم. طيب بيتكون من 2 سيربيلار هيمسفير وبيتصلوا بحاجة اسمها الفيرمز. ادي الاتنين سيربيلار هيمسفير هم، تمام، ومتصلين بحاجة اسمها الفيرمز في النص، ده بيوصل ما بين الاتنين هيمسفير دول بيمثلوا الجري ماتر، والفيرمز اللي في النص ده جزء من الوايت ماتر، تمام. طيب ايه هما الجري ماتر والوايت ماتر؟ عندي الجري ماتر عبارة عن كورتكس ونيوكلياي، كورتكس ونيوكلياي. ايه هي الكورتكس؟ الكورتكس اللي هي عبارة عن الاتنين سيربيلار هيمسفير، النصين دول اللي تحت دول اللي هما الاتنين دول يمين وشمال، هما دول اللي بيمثلوا لي الجري ماتر. طيب بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا من 3 لير، اول لير اسمها مانيبولار لير، تاني لير اسمها جرانيولار، تالت واحدة اسمها بيركنجي سيل او سبيسيفيك لير، ده بالنسبة للكورتكس. طيب النيوكلياي، النيوكلياي عندي 4 سيريبيلار نيوكلياي بيبقوا موجودين برضو تبع الجري ماتر، اسم اول واحدة دينتات، تاني واحدة امبليفورم، تالت واحدة جلوبوز، رابع واحدة فاستيجيال. وخلي بالك من حاجة مهمة، ان دول من اللاترال للميديال، تمام، يعني هما من بره كده لجوه، مينفعش الخبطهم، لو قال من ميديال للاترال هعكس، تمام. يبقى تاني عندي الجري ماتر عبارة عن كورتكس ونيوكلياي، الكورتكس اللي هي السيربيلر هيمسفير الاتنين رايت وليفت، ليهم 3 لير، مانيبولار لير، جرانيولار لير، بركنجي سيل لير. النيوكلياي 4 نيوكلياي من اللاترال للميديال، اول واحدة دينتيت، تاني واحدة امبليفورم، تالت واحدة جلوبوز، رابع واحدة فاستيجيال، تمام. ده كان بالنسبة للجري ماتر. طيب الوايت ماتر قلنا هي عبارة عن الفيرمز، اللي هو الجزء اللي في النص ده اللي بيوصل ما بين الاتنين هيمسفير. طيب ايه هو الكونكشن بتاع السيربيلوم؟ بيتوصل بايه؟ عندي دايركت كونكشن، يعني اتصال مباشر بالبرين ستيم. لو فاكرين في محاضرة البرين ستيم قلنا عندي سوبيريور وميدل وانفيريور بيدانكل، السوبيريور دي طالعة من الميد برين، الميدل طالعة من البونز، والانفيرو طالع من المظلة او اللونجاتا، دول برضو بيوصلوا، التلاتة دول بيتوصلوا بالسيربيلوم، دايركت كونكشن. طيب الان دايركت كونكشن، الان دايركت كونكشن ده عبارة عن ان انا عندي السيربيلوم، تمام، السيربيلوم ده متوصل بالبرين ستيم، وقلنا ايه دايركت، تمام، البرين ستيم ده متوصل بحاجة تانية ايا كانت بقى ايه الحاجة التانية، فاكني وصلت السيربيلوم بالحاجة التالتة دي اللي انا مش عارفها، في النص فيه البرين ستيم، عشان كده قلنا ان البرين ستيم ده دايركت متوصل على طول، لكن الحاجة دي اللي انا معرفهاش دي اندايركت، تمام. يا سلام على زقزقة العصافير، يا سلام. عندي ال indirect، تمام، في superior من فوق، تمام، السيربيلوم متوصل بايه من فوق؟ متوصل بالسيربرم
عن طريق السيربيلر بدا السيربرال بدانكل اللي هي كانت موجودة في الميد برين. تمام، يبقى ادي عندي، نعملها بلون تاني، عندي السيربيلم. تمام، متوصل من بالميد برين عن طريق ايه؟ السوبيريور بدانكل. تمام، ده دايركت كونكشن. طب الميد برين متوصل بالسيريبرام عن طريق ايه؟ عن طريق السيريبرال بدانكل. بدانكل، تمام، اللي هي ايه؟ متوصله بالسيريبرام. فاكني وصلت السيريبيلم بالسيريبرام عن طريق الميد برين في النص. تمام، ده بقى الفكره بتاعت الدايركت والاندايركت. طيب ده من فوق، طيب من تحت متوصل بايه؟ متوصل بالسباينال كورد. متوصل بالسباينال كورد عن طريق المدله اوبلونجاتا. ازاي؟ عندي السيريبيلم متوصل بالمدله اوبلونجاتا بايه؟ بالانفيرو بدانكل. تمام، المدله اوبلونجاتا وانها بتتوصل بعد كده ككونتينويشن ليها ايه؟ سباينال كورد. سباينال كورد، يبقى كاني وصلت السيريبيلم ب بالسباينال كورد. تمام، يبقى عندي تاني، امسح كل العبث ده، يبقى عندي الكونكشن عندي دايركت وان دايركت. دايركت اللي هو متوصل مباشر بالبرين ستيم. تمام، السيربيلر متوصل بيه البرين ستيم. طيب ان دايركت، ان دايركت يعني متوصل بالبرين ستيم، والبرين ستيم ده متوصل بحاجه. ان دايركت من فوق من السوبيريور متوصل بالسيريبروم، يعني برين ستيم متوصل بيه السيريبروم، ومن تحت متوصل بالسباينال كورد. تمام، بس لو كان المخطط ده كان في دماغك مش تنساها بعد كده. تمام، ده كان بالنسبة لإيه؟ للكونكشن. نيجي بقى للديفيجن، بيتقسم لإيه بقى السيربيلم؟ عندنا بيتقسم اناتوميكالي، او الحاجات اللي بشوفها بعيني، ليه؟ انتيريور لوب، بوستيريور لوب، وفلوكيو فلوكيولو نوديولار لوب. الانتيريور لوب اهو الرسمه اهو، الجزء البرتقالي ده الانتيريور لوب، البوستيريور لوب اهو الاخضر ده كله. تمام، الفلوكيو نوديولار لوب اللي هو الجزء اللي تحت ده، يتقسم ده الاجزاء انتيريور وبوستيريور وفلوكيولو نودرال. طيب فانكشنالي، الحاجات اللي هي ليها وظيفه، عندي ثلاث حاجات، فيستوبيلو سيريبيلم وسباينو سيريبيلم وسيريبرو سيريبيلم. الفيستيبيلو سيريبيلم ده مسؤول عن الاكوليبريم. تمام، الاكوليبريم مهم، لازم تكون فاهمها. يعني ايه؟ يعني الحركه ما تكونش سريعه قوي او بطيئه قوي، او حركه مثلا في اليمين تبقى اضعف من الشمال او اقوى من الشمال وهكذا. يعني الموضوع فيه ايه؟ فيه اتزان او فيه بالانس، ده معنى كلمه الايكوليبريم. طيب السباينو سيربيلم مسؤول عن المسل تون، السيريبرو سيربيلم عن سكيل فولونتري موفمنت. ادي هي الاجزاء اهي، السباينو سيربيلم واخد الجزء ده. تمام، ده فانكشنلي يعني حسب الوظيفه. السريبرو سيريبيلم واخد الجزء ده. طيب الفيستيبيلو سيريبيلم واخد الجزء ده اهو. تمام، يبقى ما تخلطش بين الوظيفه وما بين الايه. هي دي الوظيفه، ده اناتوميكال يعني ده اللي بشوفه بعيني، لكن الحاجات اللي هي وظيفه اهو ما تخلطش ما بين. تمام، نيجي بقى نخش بقى في الايه، في ال في النيورال كونكشن. تمام، سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو في قهوة يا ريت، لو في أي مشروب يا ريت، لأن الموضوع محتاج تركيز. تمام، بسم الله. قلنا إن السيربيلم متوصل بثلاث حاجات، بالسوبيريور سيربيلر بدانكل، والميد سيربيلر بدانكل، والإنفيرو سيربيلر بدانكل. تمام، طيب أدي عندي السيربيلم. تمام، عندي السوبيريور والميدل والانفيريور بدانكل، وادي بقى الجسم اهو، الجسم كله. انا عندي وظيفه معينه،
تمام، مثلا الديب سنسيشن، مثلا الفيجن، اوديتوري، اي حاجه، البالانس بتاع السكيتر موصل، اي حاجه بقى. تمام، الجسم عمل حاجه وعايز لها ايكوليبريم، اقوم اعمل ايه من الجسم؟ اخش مثلا على السوبيرور بدانكل، ومن السوبيرور بدانكل اخش على السيربيلوم. تمام، يبقى انا عملت حاجه في الجسم عايز اوديها للسيربيلوم عشان يديني الايكوليبريم بتاعها، اقوم رايح من الجسم للسوبيرور بدانكل، تمام، واخش السيربيلوم. من الجسم للسيربيلوم ده اسمه افرنت، اسمه ايه؟ افرنت. طيب السيربيلوم عايز يرد، يديله بقى الايكوليبريم، يعمل ايه برضو من السيربيلوم، تمام، العكس بقى، من السيربيلوم هيعدي ويروح عند البدونكل ويروح للجسم، ده اسمه ايه؟ اسمه افرنت. تمام، يبقى ايه؟ يبقى انا عملت حاجة في الجسم، تمام، وعايز لها الايكوليبريم بتاعها، او موديها من الجسم لغاية السيربيلوم، ده افرنت. طيب السيربيلوم عمل لي الايكوليبريم، عايز اوديه بقى للحاجة دي، تمام، اقوم ايه موديها من السيربيلوم للجسم. تمام، ده معنى كلمة افرنت وافرنت عشان تبقى فاهمه. كل حاجة بقى عندك السوبيرو بدونكل، تمام، بس عادي كده، عندك السوبيرو بدونكل والميدل بدونكل والانفيرو بدونكل، كل حاجة فيهم بتعدي فيها حاجات، دي بيعدي فيها حاجات ودي بيعدي فيها حاجات ودي بيعدي فيها حاجات. تمام، دول بقى اللي احنا هنعرفهم. طيب نمسك اول حاجة السوبيريور سيربيلار بدونكل، السوبيريور سيربيلار بدونكل دي قلنا اللي بتوصل لي الميد برين بالسيربيل. طيب نبدأ اول حاجة بالافرنت، الافرنت اللي هو قلنا من الجسم رايح للسيربيل، يعني انا كل ده هتكلم اهو من الجسم هيودي للسيربيل، هيودي للسيربيل، ده الافرنت. طيب اول حاجه عندي فينترال، وبرضو في ملحوظه مهمه ان انا يعني احاول افهمك الاسم، تمام، انت لو عرفت الاسم تعرف هو رايح منين وجاي منين، وهتعرف ايه الاجزاء بتاعته، من مجرد بس ان انت عرفت الاسم عرفت ده رايح منين وجاي منين وايه هي الاجزاء بتاعته، مبقيش بس غير الفانكشن دي اللي جديده تعرفها، تمام. فانت لو عرفت الاسم هتسهل عليك كتير اوي، لو فهمت الاسم قصدي هتسهل عليك كتير اوي. طيب فينترال سباينو سيريبيلر، تمام، نمسكها واحدة واحدة. فينترال يعني انتيريور، يعني في واحد تاني بوستيريور هنقوله قدام ان شاء الله. طيب سباينو يعني سباينال كورد، سيريبيلر يعني السيريبيلوم، يعني حاجة بتوصل ما بين السباينال كورد والسيريبيلوم، بس كده انا عرفتها خلاص، تمام، الاجزاء بتاعته ايه. طيب ايه هو الفينترال سباينو سيريبيلر؟ ده مسؤول عن الديب سنسيشن، تمام، الديب سنسيشن من البادي، قلنا من الجسم رايح للايه، للسيم سوبيريور بدانكل، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي الجسم اهو في عنده ديب سنسيشن، تمام، عايز احس، بس الديب سنسيشن ده عايز له ايكوليبريم، هقوم اعمل ايه من الجسم؟ اخده اعدي في السوبيريور سيريبيلر بدانكل واروح للسيريبيلوم، بس طبعا عشان خاطر ده بيعدي في السباينال كورد، تمام، لان انا بجمع من الجسم كله وبعدي في السباينال كورد وبطلع بقى لفوق للسيريبيلوم هنا فوق، فعشان كده ايه بيعدي في السباينال كورد، تمام. سيم سوبيريور بدانكل يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي سيريبيلوم رايت وسيريبيلوم ليفت، يبقى عندي سوبيريور رايت وسوبيريور ليفت، تمام. طيب نص الجسم اليمين اهو، النص الجسم اليمين هيروح للسوبيريور اليمين والسيربيلر اليمين، نص الجسم الشمال هيروح للسوبيريور الشمال والسيربيلر الشمال، لاني بعد كده في البوستيريور ده اسمها ايه؟ فينترال، تمام. مش عايزين نسبق الاحداث يعني، بس عشان خاطر تبقى فاهمها ان هو الدورزال البوستيريور من اوبوزيت، نفس الكلام مفيهوش حاجه، بس اوبوزيت، اوبوزيت يعني ايه؟ يعني الرايت، تمام، هياخد هيطلع كده ويخش على دي، تمام، وهنا الليفت
هيطلع ويخش عليه، تمام؟ يا رب تكون وصلت. بس يعني الانتيرور بيطلع على طول كده، لكن البوستيرور بيطلع كده، تمام؟ ده الفرق ما بينه. طيب يبقى عندي فينتر سباينو سيريبيلر، ده مسؤول عن الديب سنسيشن من البادي لغاية السيم سوبيريور بيدانكل. طيب التكتو سيريبيلر، تكتو سيريبيلر جاية منين؟ التكتو اللي هي التكتم، تمام؟ التكتم ايه الموجود في التكتم؟ عندي سوبيريور كوليكولاس وانفيريور كوليكولاس اللي في الميد برين، تمام؟ تكتو سيريبيلر يعني حاجة رايحة من التكتم لغاية السيريبيلر. همسح دول كده. عندي السوبيريور كوليكولوس والانفيريور كوليكولوس بيروحوا لل الميد السيريبيلوم. طيب قلنا السوبيريور كوليكولوس لو فاكرين في محاضرة البرين ستيم مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الفيجن. الانفيريور كوليكولوس مسؤول عن الاوديتوري، تمام؟ يعني هما الاتنين متوصلين بالسيريبيلوم نفس المسار، تيك تو سيريبيلر، بس واحد طالع للسوبيريور، واحد قصدي طالع من السوبيريور رايح للسيريبيلوم، وواحد طالع من الانفيريور رايح للسيريبيلوم. السوبيريور ده مسؤول عن الفيجن، الانفيريور مسؤول عن الاوديتوري. طيب تراي جيمينو سيريبيلر، تراي جيمينو جاي من التراي جيمينال نيرف، تمام؟ التراي جيمينال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 5، تمام؟ ده مسؤول عن ايه او رايح لايه؟ رايح للعين للاي، ورايح للماكسيلا والمانديبول اللي هي عضلات المضغ، تمام؟ اللي في الماكسيلا وفي المانديبول مسؤول عن الإكوليبريم بتاعها، تمام؟ يبقى الترايجيمينو سيربيلر ده رايح من الترايجيمينو، ترايجيمينال نيرف، كرينيال نيرف رقم 5، تمام؟ اللي هو اللي رايح للعين والماكسيلا والمانديبول، الماكسيلا والمانديبول اللي فيهم عضلات المضغ، تمام؟ ده كان بالنسبة لإيه؟ للأفرنت. طيب نيجي ليه الافرنت؟ الافرنت انا خلاص عملت حاجة، تمام، من الجسم وديتها للسيربيلوم، السيربيلوم بقى يرد. وبرضو في حاجة، ان مش لازم نفس دول هم دول بس الرد بتاعهم، لا، يعني ممكن مثلا حاجة هنا الرد بتاعها تحت، مش شرط يعني، تمام؟ فانت عشان كده برضو متلخبطش، دي حاجة ودي حاجة. طيب الإفرنت اللي هو من السيربيلوم ورايح للجسم الرد بقى، تمام؟ حاجة دي حاجات جديدة عندي. حاجة اسمها دنتات روبرال، دنتات روبيلر اسمها عبارة عن ايه؟ الدنتات نيوكليوس، تمام؟ الدنتات نيوكليوس رايحة للروبرال اللي هي الايه؟ اللي هي الريد نيوكليوس، الروبرال نيوكليوس اللي هي الريد نيوكليوس، تمام؟ الدنتات دي اللي هي في السيربيلوم اللي قلنا عليها دي، النيوكليوس دي اهي، يبقى هي من السيربيلوم رايحة للروبرال اللي هي ريد نيوكليوس، تمام؟ يبقى من السيربيلوم رايحة للريد نيوكليوس، من الريد نيوكليوس تروح للسباينال كورد، السباينال كورد تروح للفليكسور ماسل، فليكسور ماسل، تمام؟ انا كاتبها من السيريبيلوم، من بالذات من الدنتيت نيوكليوس، من اسمها رايحه للروبرال نيوكليوس او ريد نيوكليوس اللي هي في البرين ستيم، ورايحه للسباينال، تنزل للسباينال كورد، ومن السباينال كورد تروح للفليكسور ماسل او في اعضاء الفليكشن، مسؤول عن الاكوليبريم بتاع الفليكسور ماسل، تمام؟ طيب سيريبيلو تكتل، سيريبيلو تكتل، سيريبيلو يعني سيريبيلو رايح للتكتم، تمام؟
بس ما فيهاش حاجه تانية. تمام. ده الافرنت من السيربيلو رايح للتكتل، عكس اللي كانت فوق دي اللي هي تكتو ايه سيربيلو. نفس الكلام السوبيريور كوليكولاس مسؤول عن الفيجن، بيرد عليه في الفيجن، بيديله الكوليبري من السيربيلم هنا من السيربيلم للتكتو، وهنا برضه الايه الانفيريور للاودوتري. تمام. دي بقى اللي هتفهمك اللي انا قصدي عليه، اللي هو ايه، ادي عندي السوبيريور كوليكولاس وادي الانفيريور كوليكولاس. تمام. وادي السيريبيلوم وادي السوبيريور بدانكل في النص اهي، جاي من هنا من السوبيريور. تمام. رايح لل سيريبيلوم، ومن الانفيريور رايح للسيريبيلوم. السوبيريور مسؤول عن الفيجن، الانفيريور مسؤول عن الاودوتري. انا دلوقتي شفت حاجه وهنا سمعت حاجه، عايز لهم ايكوليبريم، اقوم رايح للسيريبيلوم، يبقى ده افرنت. طيب يرد. تمام. اعتبر ان دي برضو السيربيلر بدانكل، بس انا ايه السوبيريور سيربيلر بدانكل بس عشان مفيش مكان فوق. تمام. يرد عليهم، يقوم طالع تاني نفس الكلام، اقول لك ارسمها معاه. يلا اقوم ايه، دي اسمها ايه، تكتو سيربيلر، لان هي رايحه من التكتم لايه للسيربيلوم. طب العكس، سيربيلو تكتل، سيربيلو تكتل رايحه كده، ودي رايحه كده ترد عليها تدي لها الايكوليبريم، يبقى ده اسمه ايه، افرنت رايحه معاها. فواحد رايح للسيربيلوم وواحد راجع. تمام. يا رب تكون وسط، ده اسمه سيربيلو تكتل. طيب عندي حاجة تانية اسمها سيربيلو ريتيكولار، في حاجة عندي في البرين اسمها ريتيكولار فورميشن، دي مسؤولة عن الإدراك. تمام. السيربيلوم فيها ال رايح للريتيكولار فورميشن، مسؤول عن الإدراك، اسمها سيربيلو ريتيكولار. طيب الميدل سيربيلار بدانكل، الميدل سيربيلار بدانكل دي صعبة قوي. تمام. ما فيهاش غير افرنت والافرنت، والافرنت ما فيهوش غير واحدة بس. تمام. اسمها ايه، اسمها بونتو سيربيلر، بونتو سيربيلر. تمام. دي رايحة منين، منين لفين، دي افرنت يعني من بره للسيربيلوم، من بونتو من البونتاين نيوكلياي رايحة للسيربيلوم. تمام. من البونتاين نيوكلياي رايحة للسيربيلوم. سؤال بقى، سؤال بقى ذكي بقى، البونتاين نيوكلياي دي كانت فين، كانت فين، دي 5 ثواني تفكر. تمام. 1 2 3 كانت فين، في البيسس بوندس. تمام. بونتاي نيوكلياي. طيب ده كده كان بالنسبة للحاجات دي. نيجي دي الانفيريور سيربيلار بدانكل، انفيريور سيربيلار بدانكل دي اللي كانت توصل المظلة او لونجاتها بالسيربيل. اول حاجة الدورزال سباينو سيريبيلر، دورزال يعني انتيريو، سباينو سباينال كورد، سيريبيلر يعني رايحة للسيريبيلوم. ديب سنسيشن بتاع البودي الاوبوزيت انفيريور بدانكل. تمام. اوبوزيت انفيريور بدانكل عكس اللي كانت فوق رايحة للسوبيريور، سيم سوبيريور بدانكل. كونيو سيربيلر، كونيو سيربيلر، كونيو دي جاية من كونيات، وهي سيربيلر من السيربيلوم، كونيات رايحة للسيربيلوم، مسؤول عن الايه، الإكوليبريم بتاع الأبر هالف بتاع البادي، النص العلوي من الجسم. الأوليف سيربيلر، من الأوليف رايحة للسيربيلوم. تمام. الأوليف رايحة للسيربيلوم، مسؤول عن الليرنينج والريكوجنيشن. طيب فيستيبيلو سيربيلر، فيستيبيلو سيربيلر من الفيستيبيلر نيوكلياي. تمام. رايحة للسيربيلوم، فيستيبيلر نيوكلياي، الفيستيبيلر نيوكلياي دي موجودة في البونتو ميدالري جانكشن. تمام. اللي هو
الجنكشن ما بين المظلة أوبلونجاتا والبونز، دي بتبقى موجودة الفيستيبرال نيوكلياي. وأذان المغرب تمام، نصلي وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل بقى كده من حيث وقفنا. وقفنا عند الفيستيبولار سيربيلر، تمام، فيستيبولو سيربيلر. قلنا ده بيجي منين؟ الفيستيبولار نيوكلياي وبيروح للسيربيلم. الفيستيبولار نيوكلياي دي موجودة في البونت وميدالري جانكشن، تمام، الجانكشن اللي ما بين البونز ومدلة أوبلونجاتا. رايح للسيربيلم، مسؤول عن الفليكسور ماسل، اكستنسور ماسل، عكس اللي فوق كانت فليكسور. اهي الدنتيت روبرال مسؤول عن الفليكسور ماسل فليكشن، لكن الفيستيبولو سيربيلر دي مسؤول عن الاكستنشن. طيب الريتيكولار سيربيلر، الريتيكولار سيربيلر دي جايه من الريتيكولار فورميشن، تمام، زي اللي فوق دي، اهي دي برضو من الريتيكولار فورميشن، بس دي بقى من فوق من السوبيريور، تمام، رايحه للسيربيلم، ودي مسؤوله برضو عن الادراك. طيب الافرنت بتاع ال الانفيريور بدونكل عندي دي، عندي قلنا فيستيبولو وريتيكولو، الاثنين دول افرنت بتوعهم سيربيلو فيستيبولار وريتيكولو سيربيلو وريتيكولو. السيربيلو فيستيبولار ده من السيربيلوم للفيستيبولار نيوكلياي، ده الرد بتاع الاكستنشن. والسيربيلو ريتيكولار دي من السيربيلوم للروتيكولار فورميشن، مسؤول عن الايه؟ الادراك، تمام. هعيدهم تاني سريعا كده ان شاء الله، هنجمعهم كلهم هنا في الجدول ده، تمام، السوبيريور وميدل انفيريور، وده يعتبر اصلا اهم جزء في المحاضره، تمام. ان انت عندك هنا يعني ده ما فيهوش حاجه، ده خالص اجزاء بسيطه هنا، وهنا فوق برضو هنا الجزء ده برضو يعني ما فيهوش حاجه. المهم بس عندك هو نيورال كونكشن، سوبيريور ميدل والايه والانفيرو، تمام. فانا عيدهم تاني سريعا ان شاء الله، ومش عايز اطلع من الفيديو. هو بص ممكن في الاول يكونوا متلخبطين، ممكن تكون مش فاهمهم قوي، بس يعني عشان دي اول مره، تمام، ممكن حاجات تحسها تدخل في بعض، لكن مره في التانية في التالتة تقراهم، والله لو قعدت بس تقراهم بس مرتين ثلاثه كده ورا بعض هيثبتوا ان شاء الله، تمام. طيب عندنا من السوبيريور سيربيلر بلانكل سوبيريور، عندي افرنت وافرنت. طيب افرنت عندي فينترال سباينو سيربيلر، فينترال اللي هي انتيريور، تمام، مسؤول عن الديب سنسيشن للسيم سوبيريور بدونكل. نقول عكسها برضو عشان يبقى ايه، ثبتناهم مع بعض. دورزال سباينو سيربيلر، دورزال يعني posterior، تمام، مسؤول عن ديب سنسيشن برضو بتاعت بودي، بس رايحه للاوبوزيت، اوبوزيت انفيريور بدونكل، تمام، دي في الانفيريور، اوبوزيت انفيريور دي سيم سوبيريور. طيب التكتو سيربيلر، تكتو سيربيلر رايحه من التكتم اللي هما السوبيريور كوليكولاس والانفيريور كوليكولاس، رايحه للسيربيلوم، تمام، كلهم رايحين للسيربيلوم، دول كلهم رايحين للسيربيلوم اللي هما الافرد. طيب السوبيريور كوليكولاس دي للفيجن، الانفيريور الاوديتوري، دي قلناها قبل كده في البرين ستيم، تمام. طيب نقول برضو العكسات اللي هي السيربيلو تكتل، دي من السيربيلوم بقى رايحه للتكتل، للتكتم، تمام، تدي بقى للسوبيرو كوليكولاس اللي هي اللي فوق دي الايكوليبريم بتاع الفيجن، تدي للانفيرو كوليكولاس الايكوليبريم بتاع الاوديتوري. بعد كده التراي جيمينو سيربيلر، دي تبع التراي جيمينال نيرف، العين والماكزيلا والمانديبول اللي هما دول فيهم عضلات المضغ. طيب الافرنت، الافرنت عندنا دنتات روبيلر، دنتات دي اللي هي جايه من السيربيلوم، دنتات نيوكلياس في السيربيلوم رايحه للروبيلر نيوكلياس اللي هي ريد نيوكلياس اللي في البرين ستيم. طيب رايحه للريد نيوكلياس، الريد نيوكلياس توصل للسباينال كورد، السباينال كورد يروح يوصل للفليكسور ماسل، تمام. طيب بعدين السيربيلو تكتل قلناها، السيربيلو ريتيكولار، ريتيكولار فورميشن السيربيلم لابن السيربيلم، تمام، للريتيكولار فورميشن احنا بنتكلم عن افرنت، ومسؤول عن الادراك، ريتيكولار فورميشن يعني ايه؟ ادراك. طيب ميدل سيربيلر بدانكل، الميدل ما فيهاش غير واحده بس افرنت، والافرنت ما فيهاش غير واحده بس،
طيب الافرنت دي عبارة عن ايه؟ بونتو سيريبيلر. بونتو سيريبيلر من اسمها جاية من البونتاي النيوكلياي، البونتاي النيوكلياي اللي قلنا في البيزس بوندز، تمام، رايح عليه الايه؟ السيريبيلر. طيب وبعدين الانفيريور الافرنت بتاعه قلنا الدورزال سباينو سيريبيلر ديب سنسيشن للاوبوزيت انفيريور، اوبوزيت انفيريور. الكونيو سيريبيلر، كونيو من اسمها كونيات، تمام، مسؤول عن اتزان النصف العلوي من الجسم او الابر هالف. اوليف جاي من اسمها من اوليف، تمام، مسؤول عن الليرنينج والريكوجنيشن. الفيستيبولو سيريبيلر، فيستيبولو يعني من الفيستيبولار نيوكلياي اللي هي موجوده فين؟ في البونتو ميدالري جانكشن، الفيستيبولار نيوكلياي، تمام، مسؤول عن اتزان الاكستنشن. طيب ريتيكولو سيريبيلر، ريتيكولار فورميشن، ريتيكولار فورميشن يعني الادراك. الافرنت، تمام، هما الاثنين دول، بيرد على الاثنين دول، سيريبيلو فيستيبولار، سيريبيلو ريتيكولار، تمام. ادينا هم جمعهم هنا في الجدول ده، وزي ما قلت لك في الاول خالص لازم تكون فاهم الاسم، تمام. لو فهمت الاسم بس، يعني انت الجدول ده بس في دماغك كده وكل واحده فيهم بس زودت عليها فانكشن بتاعتها، يبقى انت كده خلاص كده، يعني الجدول ده بس كده لميت بيهم كل الايه؟ النيورال كونكشن، تمام. يا رب ان شاء الله تكون وصلت كده وقدرت انا ايه اسهلها وابسطها عليكم يا رب. طيب نيجي للاجزاء اللي باقي دي، ان شاء الله اجزاء بسيطه خالص ما فيهاش حاجه. طيب نيجي للبلاد سبلاي. ايه هو البلاد سبلاي بتاع السيريبيلوم؟ عندي بقسم السيريبيلوم لجزئين، superior surface و inferior surface. superior surface ده بيتغذى بال superior cerebellar artery، superior cerebellar artery، وده برانش من البازلر. لازم اكون عارف ده جاي منين، من البازلر artery، superior cerebellar artery. طيب inferior surface، inferior surface ده او اللي تحت بقسمه لجزئين، جزء anterior وجزء posterior. ده الايه؟ ده inferior surface بقسمه anterior و posterior. الانتيريور من اسمه anterior inferior، inferior anterior، anterior inferior cerebellar artery، تمام. البوس ال ايه ده البوستيريور، تمام، inferior من اسمه، يبقى posterior inferior cerebellar artery، تمام. بس خلي بالك من حاجه، ان ال anterior inferior ده من البازلر، ال posterior inferior ده من الفيرتبرال، يبقى الاثنين دول من البازلر، ده بس اللي تحت ده من الفيرتبرال artery، تمام. ده كان بالنسبة للبلاد سبلاي. طيب عندنا ايه هي الفانكشن بتاعت السيريبيلوم؟ ايه هي وظيفة السيريبيلوم؟ عندي ريجوليشن للإكوليبريم والبوستشر. الإكوليبريم ده قلنا هو البالانس، البوستشر اللي هو بوزيشن، الفولونتري موفمنت، الموتور ليرنينج، الرابيت والباليستيك موفمنت، الحركة ما تكونش ايه؟ الحركات السريعة، حركة بطيئة، وهكذا، تمام. ده كان بالنسبه للفانكشن بتاعت السيريبيلو. اخر حاجه بقى الابلايد اناتومي، لو حصل عندي سيريبيلر ستروك، تمام، اي حاجه بقى في بلاد سبلاي، اتقطع بلاد سبلاي، تمام، فهيتصاب السيريبيلو، هيعمل لي خمس حاجات. اول حاجه اسمها التاكسيا، تمام، ودي هتسبب لي حاجتين، ديزميتريا والجيت، مشكله في الجيت. ديزميتريا يعني هو مش يقدر يحدد المسافه، تمام، مش عارف الحاجه دي بعيده ولا قصيره. الجيت مشكله في الجيت لو هو بيمشي. طيب هايبوتونيا، ده هيأثر على المسل تون، هيأثر على الحركه. انتنشن تريمور، ده اللي هو مرض الشلل الرعاش. ديس ارثريا، بيقول كلام مش مفهوم، تمام، تحصل له مشكله في الكلام. ونستجماس، اللي هي بتبقى حركة involuntary movement في العين، تمام. كده نكون خلصنا الآية المحاضرة، رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا المحاضرة، تمام. هي محاضرة تقيلة أنا عارف، ممكن تكون عشان أول مرة بس، لكن مرة في التانية في التالتة إن شاء الله تقراهم، وإن شاء الله تبقى سهلة وبسيطة، تمام. آخر حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.